حاج عصام، ايوه اهلا وسهلا، اتفضل اقول يعني اكلم. اتفضل، احنا مع حضرتك. الو، اتفضل يا حاج عصام، طمنين حضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة والله الله انا وبركاته. معلش يعني سؤالي غريب شوية، واعذروني لان اعصابي بتبوظ. على انا كنت مهلك. متزوج زوجة عاشت معايا 48 سنة وشهرين تقريبا، تمام. مثال الاخلاق لم يحدث بيننا وبين بعض اي شيء اطلاقا باللي بنسمعه في التلفزيون. تمام. بعد وفاتها بقالها 11 شهر ونص تقريبا ابكي يوميا، ابكي في صلاتي في دعائي لها في ال 34 سجده ادعو لها كثيرا ومع بكي، وابكي في قراءه القران، وابكي في دعواتي بعد قراءه القران. سؤالي، هل بكائي هذا يؤثر عليها؟ ادي نمره واحد. نمره اتنين، هل بكائي اثناء الصلاه يؤثر على صحه الصلاه؟ نمره ثلاثه، هل بكائي ايضا في اثناء قراءه القران يؤثر على ثوابي في قراءه القران واهداء ثواب القراءه اليها والى والدي ولموتى المسلمين اجمعين؟ دي الاسئله اللي احب اتاكد منها، واسف ان اعصابي تعبانه شويه. ربنا يصبرك يا رب. تابعنا حضرتك.